حياكم الله إلى مقدم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قالت وزارة التخطيط في حكومة السودان إن نسبة عمالة الرجال في القطاع الخاص في العراق بلغت 65% مقابل 35% للنساء. وأضافت الوزارة أن نسبة العمالة العراقية في المؤسسات الخاصة بلغت 99% مقابل 0.9% للعمالة الأجنبية، ويمثل العمال البنغاليون النسبة الأعلى من العمالة الأجنبية في البلاد، ثم يأتي الأتراك في المركز الثاني. يأتي ذلك بينما تؤكد إحصاءات مستقلة أن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي يعملون في مختلف القطاعات داخل العراق. يعاني عراقيون مقيمون خارج البلاد من صعوبة تتعلق باستخدام البطاقات الإلكترونية بعدما أثير حولها من أنباء تتعلق بالتهريب. ويؤكد مواطنون أن هناك شركات متهمة بتهريب الأموال خارج العراق وهي وراء كل ما يعانيه العراقيون داخل وخارج العراق، مضيفين أن العراق تعرض لعقوبات اقتصادية وضغوطات أخرى بسبب عمل هذه الشركات. وبحسب مختصين فإن عملية تهريب العملة الأجنبية خارج العراق تتم بطرق متعددة، أهمها البطاقات المصرفية التي يتم تهريبها إلى دول العالم حيث يتم تعبئتها بمبالغ كبيرة من الدينار ثم تحويلها إلى دولار في الخارج. حذر مصرف الرافدين الحكومي زبائنه من تحويل أموال لجهات مجهولة الهوية تدعي فتح حسابات لهم في بنوك من أجل الحصول على مساعدات إنسانية من إحدى دول الجوار. وقال المصرف إن بطاقات الدفع الإلكترونية تم فتحها فقط لغرض استلام الأموال وإيداعها في حساباتهم الشخصية التي سيتم فتحها. ووصف المصرف تحويل الأموال لجهات مجهولة بأنه ظاهرة خطيرة تعرض البلد لخسائر مالية عند القيام بتحويل الأموال من دون الحصول على أي مبلغ. أظهرت بيانات وزارة النفط في العراق لإيرادات شهر أيار الماضي انخفاضاً مقارنة بنيسان على الرغم من ارتفاع معدل سعر البرميل إلى أكثر من 71 دولاراً. وانخفضت إيرادات العراق النفطية في أيار بنسبة 5% مقارنة بنيسان، حيث بلغت في شهر أيار 7.306 مليار دولار، بينما كانت في شهر نيسان 7.796 مليار دولار، أي أن العراق فقد نحو 0.5 مليار دولار في أيار مقارنة بإيرادات نيسان. وأظهرت الحسابات أن العراق باع برميل النفط في أيار ب 71 دولارا و30 سنتا مقارنة ب 79 دولارا و4 سنتات للبرميل في شهر نيسان. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتسلم لبنان رسالة من شركة تصدير النفط العراقية سومو تؤكد مضاعفة هبة الوقود الشهرية. وتلقى وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض رسالة من وزارة النفط في العراق تبلغه بالمضي قدما بمضاعفة كمية الكاز الشهرية المخصصة للبنان من 80,000 إلى 160,000 طن ابتداء من شهر تموز لتشغيل المحطات الكهربائية. وتؤكد جهات عدة أن ميليشيا حزب الله اللبنانية تسيطر على كميات الوقود المرسلة من العراق وتتقاسم أرباحها مع سياسيين فاسدين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي بأمان الله.